مشاهدينا، والحديث أكثر عن التداعيات الإنسانية الكارثية في غزة وسكانها في ظل ارتكاب الاحتلال مئات المجازر بحق المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى استهداف الكوادر الطبية والصحفيين وعائلاتهم، في حين يدور الحديث الآن عن هجوم بري محتمل قد يشنه الاحتلال ضد غزة. نرحب بضيفينا عبر سكايب رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد مشينش. مساء الخير. أهلا وسهلا، حياكم الله. وعبر خدمة زوم العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري، مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم، حياكم الله. نبدأ من الجانب العسكري مع الأستاذ حاتم. وزير دفاع الاحتلال يقول أنه ستكون هناك مراحل أخرى وستبدأ عملية عسكرية في الوقت المناسب، كيف تقرؤون مثل هذا الإعلان؟ أستاذي الكريم ولضيفك الكريم وللسادة مشاهدي قناتكم الفاضلة، حقيقة أنه يعني من الجانب العسكري أقل ما أقول بما حصل في غزة حتى اليوم أن المعادلة أصبحت أكثر من صعبة، يعني أصبحت المعادلة أقرب إلى المستحيلة منها إلى المعادلة الصعبة. لماذا؟ نتنياهو قبل يعني الدخول في معركة غزة كان يعني على وضع غير سليم بينه وبين الشارع، الشارع كان يعني يحتج ضده ويعني غير مرضي عنه. إذا بالنسبة لنتنياهو بالذات لم يعد هناك أمامه مجال لا للتراجع ولا حتى للتوقف، يعني متى ما توقف نتنياهو فمصيره المحاكمة في السجن، هذا عن الجانب الإسرائيلي. أما عن الجانب الفلسطيني، فالجانب الفلسطيني يعني ابن فلسطين يعني أصبحت المقاومة من ثقافته، أو بالأحرى مكون من مكونات نفسيته وجسده، فهو يعني ولد على المقاومة واستمر بها إلى الآن. لذلك يعني العقيدة القتالية، العقيدة القتالية لدى الفلسطيني تختلف تماماً عن العقيدة القتالية لدى الإسرائيلي، لا سيما وأن إسرائيل تعمل بالطريقة بالعقيدة القتالية العسكرية الغربية، يعني تحاول قدر الإمكان عدم خسران العنصر البشري بأي ثمن، ويعني خسران العنصر البشري أو فقده أو قتله يعني لها الكثير، مما جعل الشارع الإسرائيلي يتعود على قلة الخسائر. ما حصل في غزة حقيقة يعني مرعب جدا بالنسبة للشارع الإسرائيلي، وخاصة عندما تتكشف الأحداث بدقة، ويعني يعرف الأهل مصير أبنائهم ما حل بهم. لذلك ستخلق موجة عارمة ضد نتنياهو لن تنتهي إلا في المحاكمة والسجن. أما أن يتابع نتنياهو غزوه لغزة فهذا مكلف جدا، يعني من العنصر البشري ستكون خسارته كبيرة، وبالتالي مهما حقق من انتصارات حتى لو أنهى غزة عن وجه الأرض سيبقى خاسرا أمام الشارع الإسرائيلي. من هنا تعقدت المعادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أما عن اجتياح إذا يعني وقت يسمح، أنا أقول لا اجتياح لغزة بمعنى الاجتياح. الإسرائيليون لاحظ أن الجيش الإسرائيلي الآن يتقدم يعني بنوع من الصبر أو نوع من جس النبض، ويتلقى خسائر كبيرة، ضربت دبابات ورأينا صورها، يعني هاي الدبابات ما كانت فاضية، كان فيها عناصر وقتلوا واضطر إلى الانسحاب، وكل الذي تقدمه لم يتقدم من 2.5 إلى 3 كيلومتر في أطراف غزة وخارج قلب المدينة، لذلك لا يعتبر تقدم. أمريكا تنصح بعدم الاجتياح بطريقة أو بأخرى. طيب، بتلميح أو بالتصريح. سنأتي عند هذه النقاط تباعاً، ولكن دعنا أيضا نشرك الأستاذ محمد معنا لنطلع على الأوضاع في غزة بصورة أعمق.
يعني إلى أي مدى أستاذ محمد يمكن القول أن غزة اليوم تصنع فارقا كبيرا بصمودها أمام آلة القصف الإسرائيلية المكثفة والممنهجة للاحتلال رغم الخسائر البشرية الفادحة؟ إلى أي مدى يعني أعادت غزة بوصلة الأمة إلى مكانها الصحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناتكم الغراء، وأترحم على شهدائنا وشهداء الأمة جميعا، وأسأل الله الشفاء للجرحى وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا نصرا قريبا إن شاء الله. يعني إحنا اليوم نتكلم عن اليوم 20 أستاذي الفاضل، ونحن نرى أن المقاومة لا زالت تملك المبادرة، ولا زالت الحاضنة الشعبية تحتضن هذه المقاومة. نحن إلى اليوم لم نسمع ولا صوت من داخل غزة ينتقد الفعل المقاوم، لم نسمع ولا رجل ولا امرأة من ذوي الشهداء إلا كان كلامه إيجابيا باتجاه دعم المقاومة وفداء للقدس وفداء للأقصى وفداء لفلسطين هؤلاء الشهداء. هذا كان كلامه. يعني الصور معظمها عفوية وتأتي لحظة وقوع الصاروخ أو لحظة وجود المواطنين قرب المستشفيات، فبالتالي ليس هناك مجال للتمثيل، يعني هم حقيقة يتكلمون من صميم قلوبهم. يا أخي هؤلاء يخسروا يعني ذويهم فلذات أكبادهم، يعني لا مجال، يعني الرجل ما عم بيجيب يعني حوادث يخترعها، هذا يفقد ابنه وبنته أبوه أخته أخوه، هذا الأمر لا يحتاج بصراحة إلى شواهد أكثر مما نراه بأعيننا. ليس هذا فقط، بل أنا أزيد عليك أن الآن في بعض العوائل التي نزحت من الشمال الآن وذهبت إلى الجنوب باعتبار أن الجنوب المفروض أن يكون يعني آمن كما قالت قوات الاحتلال، هذه العوائل اليوم تعود إلى الشمال وتسكن في بيوتها لأنها تريد أن تدخل في حالة تحدي مع هذا الاحتلال. هذا الصمود، هذا التكاتف ما بين المقاومة والحاضنة الشعبية، هذه حالة التضحية، فعلا اليوم غزة تضرب مثل للأمة جميعا في صبرها وثباتها، في قدرتها على احتضان المقاومة، في قدرتها على لملمة جراحها. احنا اليوم يا سيدي الكريم الماء شحيح جدا جدا، يعني حصة الفرد اليوم لا أبالغ لو قلت لك نصف أقل من نصف الكوباية باليوم الواحد للفرد في اليوم، يعني عندما يعني يستيقظ صباحا أهالي غزة لديهم مسؤوليات، أولها البحث عن الخبز وكيف يمكن وفر الخبز، لأن القوات الاحتلال سياسة التجويع تنتهجها، قصفت المخابز، قصفت كل مقومات الحياة. العنوان الثاني للبحث هو موضوع المياه، للعلم أن القوافل التي دخلت للمساعدات، أنا فقط حتى يعرف المشاهد، غزة كان يدخلها كل يوم من المواد الغذائية والاحتياجات كل يوم يوميا 500 شاحنة. إحنا اليوم نتكلم عن مجموع ما دخل إلى قطاع غزة طيلة هذه 20 يوم لا يتجاوز 40 شاحنة، فلك تتخيل عن حجم المعاناة. إضافة لذلك أن بعض الشاحنات، وهذه فضيحة يجب أن يعرفها الناس جميعا، بعض الشاحنات دخلت وفيها أكفان، وبعض الشاحنات يعني يرسلوا أكفان للشعب الفلسطيني بدل أن يرسل له ما يبقيه حيا، وبعض الشاحنات وصلت وفيها فحوص للكورونا لوباء الكورونا. هذه المساعدات بصراحة ليست هذا ما يبحث عنه الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يريد ما يسنده في هذه المعركة حتى يبقي على حالة الصمود والثبات التي سطر فيها أروع ملاحم البطولة والفداء. نعم. طيب أستاذ حاتم، من هذه النقطة يعني صمود هذا الشعب ويعني التفافه حول المقاومة، يعني إلى أي مدى سيكون مدمر بالنسبة للاحتلال إذا ما فكر يدخل بري؟ واشنطن بوست تحذر الاحتلال من الخوض بسيناريو يشبه ما جرى في الفلوجة، يعني هل تعتقدون بالفعل أن تكرار ما جرى في الموصل أو في الرقة في سوريا يمكن أن ينهي قدرات حماس بالفعل كما أعلن الاحتلال؟ هون يعني لابد من توضيح مسألة. ما جرى في الرقة أو دير الزور أو الأحياء أو المدن التي دمرها التحالف عن بكرة أبيها بمنازلها وبأحيائها وبشيوخها ونسائها وأطفالها وكذا، مع ذلك القوات التي كانت تتواجد في هذه البلدات أو هذه المواقع هم شباب غير مدربين، يعني مدرب بحدود استعمال البندقية والتراجع والتقدم لا أكثر،
هذا لا يقارن بابن غزة. ابن غزة يعني تتوأم مع القتال، يعني أصبح القتال جزء من حياته اليومية بمعنوياته وبنفسيته وبجسده وبتدريبه، إلى أن أصبح القتال بالنسبة لابن غزة يعني استحالة قهره. نعم يعني أنا أقول أن إسرائيل ستقف أمام استحالة قهر أبناء غزة، بالإضافة إلى مسألة أهم من ذلك التي هي الحاضنة. وتفضل الأخ نعم الضيف أستاذ محمد. الكريم بالتنويه عنها، الأستاذ محمد. الحاضنة الفلسطينية تعودت على هذه الحالة وأيضا تعايشت معها إلى أن أصبحت جزء منها. تذكرون المرأة الفلسطينية التي أخذت جنود الصهاينة ابنها وواقفة، وكانت بوضع يعني امرأة حامل، وتشير إلى بطنها وغير مهتمة نهائيا، وتقول له خذوه 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 هذا جايكم هذا، وتشير إلى بطنها. يعني أصبحت هذه هي ثقافة الفلسطيني، فكيف يقهر هذا المواطن الفلسطيني؟ أنا أقول إذا تورطت إسرائيل بمعنى الاجتياح، ومن عندي أقول لك لن تتورط، لأن الخسائر ستكون لا طاقة لها بها، وخاصة أمام الشارع الإسرائيلي. نعم لذلك يعني ستحاول إطالة عمر المعركة قدر الإمكان، لعلها تستطيع إرهاق أبناء غزة وإرهاق الأهالي الموجودين داخل غزة، نعم لتستطيع أن تصل إلى حلول معقولة. طيب هنا سؤال أستاذ حاتم، يعني هل قامت القوات الأمريكية بجس نبض أو الدخول إلى يعني محيط غزة من الجهة الشرقية؟ يعني أحد المسؤولين الأمريكان يقول دخلوا بعض الجنود وتم إبادتهم عن بكرة أبيهم. الجنود الذين دخلوا من شرق غزة يعني كانوا خليط، لا ليسوا هم فصيل أمريكاني مستقل ودخل لوحده. يعني كان هناك بين الجنود الإسرائيليين جنود أمريكان، حسب ما يعني أفاد المراقبون والمراسلون للفضائيات. لكن حقيقة تم يعني التعتيم الكامل على هذه الحالة، لأن ما يصلنا من أخبار عن هذه الموجة من الجنود أنها لم يخرج منها أحد من غزة، وأنه يعني كانت أشلاؤهم كما عبر عنها المسؤول الأمريكي، يعني تحولوا إلى أشلاء بسرعة. وهذا ليس غريب عندما يحاولون اجتياح منطقة عالية التدريب أبناؤها يعني يتعايشون مع هذه الحالة بشكل يومي، لا غرابة في ذلك. نعم أستاذ محمد، إلى أي مدى مكتسبات المقاومة يعني اليوم تقطف ثمارها على مستويات عديدة، إضافة إلى قذف الرعب داخل إسرائيل، يعني تدمير الآلة الإعلامية اليوم، إلى أي مدى لا تزال المقاومة هي من تدير الأمور، بل نجحت حتى الآن بالتعامل مع المعركة عسكريا حتى إعلاميا، لا سيما مع تصريحات المحتجزة الإسرائيلية الأخيرة التي عبرت عن امتنانها لتعامل المقاومة معها؟ المقاومة بصراحة أثبتت مصداقية منذ أول يوم، يعني من أول يوم بدأت الأكاذيب، وكان هناك سقوط إعلامي لدى الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية التي صدقت كلام نتنياهو عندما تحدث بايدن عن 40 طفل قطعت رؤوسهم، وكذب الخبر ثاني يوم البيت الأبيض. ثم بعد ذلك موضوع قصف مستشفى المعمداني والروايات الكاذبة التي ساقها الاحتلال للإعلام، وكشف التقارير كشفت أن وزيف هذه الأقوال، وبالتالي هذه المصداقية لدى الاحتلال انتهت. يضاف إلى السقوط الذي تعرضت له سواء على المستوى الاستخباري أو الأمني أو العسكري، يضاف له السقوط الأخلاقي والسقوط حتى في مصداقية الإعلام عند الكيان الصهيوني. يضاف إلى ذلك الحقيقة الحالة المعنوية لدى الكيان الصهيوني. اليوم الكيان الصهيوني للعلم هو في شلل تام، اقتصاديا، سياحيا، عمل، كل الكيان هو في حالة شلل كامل. خسر الشيكل، العملة، عملة الكيان خلال هذه الفترة
30% من قيمته. يعني هذا الأمر ليس بسيط. ثم بعد ذلك إذا اليوم نحن كان الهدف المعلن لدى هذا الكيان أنه يريد أن ينهي حركة حماس والمقاومة في غزة. نحن اليوم في اليوم 20 لا زالت المقاومة قادرة أن تضرب في عمق الكيان، لا زال هناك تعامل مع القطاعات التي تخترق الحدود تحاول ذلك. رأينا ما حدث في خان يونس، كيف استطاعت المقاومة أن تتعامل معهم بكل قوة. رأينا المجموعة التي حاولت تخترق ذكرتموها قبل قليل. الواقع أنه ليس هذا فقط، بل للمقاومة واضح أن لديها أدوات كثيرة تخفيها ومفاجآت. أحدها كان السام الذي أطلقته على المروحية وأصابتها. قبلها كان هناك إطلاق على طائرة F-16 وأصابتها. بمعنى أن المقاومة لديها الكثير لتفاجئ به هذا العدو. كل هذه العناوين وتأخر الغزو البري لهذا الكيان وتصريحاته المتناقضة وموضوع العزوف من قوات الاحتياط اللي هو طبعا ذكر أنه لا حاجة لها يريد أن يسرحها، الحقيقة أنه القوات الاحتياط رفضت أن تأتي إلى القطاعات العسكرية. بل هناك فيديوهات خرجت من داخل الكيان عندما زار نتنياهو للجبهة كما وصف، كان هناك أكثر من اعتراض عليه ومهاجمة له وسب وشتم لنتنياهو على ما قام به وعلى تقصيره وعلى مغامراته التي قام بها وعلى استفزازه للمقاومة الفلسطينية والمساس بالمسجد الأقصى. كل هذه العناوين بصراحة تثبت أن المقاومة لا زالت تتعاطى مع الميدان بطريقة هي التي تمتلك المبادئة وهي الأقدر على إدارة المعركة. طبعا هذا من جانب، وهم لكل هذه العناوين التي استطاعت المقاومة أن تديرها، وجد الاحتلال أنه يريد أن يصب جام غضبه على الحاضنة الشعبية وعلى المدنيين الفلسطينيين. وبالتالي نحن اليوم نرى 7000 شهيد، أكثر من 2500 منهم من الأطفال، ضيف عليهم 1500 أيضا من النساء. وبالتالي واضح أن الكيان يستهدف الحالة المدنية حتى يصيب المجتمع بحالة من الخوف والذعر. ولكن الحمد لله نقول على كل حال، رغم كل هذا القصف ورغم كل هذا الألم لا زال الشعب صامد ويقاوم. نحن اليوم نعلم أن ما أنزله الكيان الصهيوني خلال هذه الفترة يعادل ما من قذائف وصواريخ ومقذوفات ومتفجرات يعادل ما ألقته الولايات المتحدة على أفغانستان في لمدة عام كامل. ونحن نتكلم عن مساحة لا تزيد عن 350 كيلومتر مربع. لك أن تتخيل حجم الدمار، ولك أن تتخيل حجم القصف الذي يستهدف أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. رغم ذلك نقول أن المقاومة لا زالت تتمتع بعنصر المفاجأة وتتمتع بالقدرة على إدارة الميدان. وهذا يعني حقيقة هو فعلا عنوان من عناوين النصر إن شاء الله. نحن نتكلم عن اليوم 20 ولا زالت كل مدن الكيان تحت القصف. نعم. طيب أستاذ حاتم، اليوم ما هو موقف إيران، يعني موقف إيران اليوم من ما يجري في غزة؟ وزير الخارجية الإيراني مجددا يقول أنه لا يريد توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس. هل إيران بالفعل مستعدة لخوض حرب أحد أطراف أمريكا أو داعم أمريكا لإسرائيل؟ لأكون صريحا معك أستاذي الكريم، إيران جربت استجرار حزب الله لأنه تابع لها بنسبة 100% في لبنان عام 2006، وأجريت التمثيلية في تموز 2006. هذه المسرحية التي كشفت أوراقها ووثائقها موجودة لدينا لتجعل من حسن نصر الله منتصرا، وهو كان يعني يتواجد على الجبهة وقلبه مشدود إلى قم، بينما أبناء فلسطين حاولت إيران أن تلعب معهم نفس اللعبة، لكن أثبتوا أنهم يحاربون وقلوبهم مشدودة إلى المسجد الأقصى، مشدودة إلى القدس الشريف. هذا هو الفرق بين باقي من يدعون المقاومة وبين المقاومين الحقيقيين. البسالة التي أبدوها يعني يفتقدها الكثير. ولا يفوتنا مسألة قبل أن أرد على مسألة دخول إيران في الحرب، لا تفوتنا مسألة أن الجيش الإسرائيلي كعنصر بشري تراخى. الجيش الإسرائيلي منذ عام 1982، يعني من 41 عام، آخر معركة خاضها في لبنان،
وكانت يعني ليست هي المعركة الكبيرة كما التي قبلها حرب أكتوبر. لذلك تراخى العنصر البشري في الجيش الإسرائيلي واتكأ على التقنيات. التقنيات لا تمسك أرض ولا تحرر أرض ولا يمكن يعني تمشيط مدينة والسيطرة عليها إلا بقدرات بشرية مدربة تدريبا عاليا لتتمكن من مواجهة هذا الفلسطيني الذي يعني منذ ولادته طيب إلى مماته. بالنسبة لشق إيران سريعا فقط لأن الوقت انتهى. إيران لم تدخل أي حرب، حاولت أن تزج سوريا فهرب الرئيس السوري إلى حماميم وأصدر مجلس شعبي. إذن إيران لن تدخل حرب. طيب نشكر ضيفينا. نعم نشكر ضيفينا ونعتذر لانتهاء وقت المقابلة، العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري، وكذلك نشكر رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد شين. شكرا جزيلا لكما.